يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي تغشانا بنورك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي حفظك وامانك، صلي على محمد، يا ربي واسكننا جنانا، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا رب أجرنا من عذابك، يا رب وارزقنا الشهادة، يا ربي حيطنا بالسعادة، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي على محمد،
كل مصلح يا ربي واكفي كل مولي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي علي وسلم من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف كمسك الختام عليكم وحي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام صلاة من شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به رد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. احضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم أرايس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إلى جماله
ستر ولا حجاب. فلما نوى نظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل عليه السلام. يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء انقله في هذه الليلة لبطن أمي مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان، اعطف علي وارعاني، اعطف علي وارعاني بما أتى بالقرآن، بما أتى بالقرآن. يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان، يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان، اعطف علي الأكوان. يا نبينا الهادي العدناني
البشرى علامة وأظهر لي غميضة المعاني يقينا عندما كشف اللثامة وأوضع في الأوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملامة. ألا يا الله، ألا يا الله حبيبي يا رسول الله، ألا يا الله، ألا يا الله، ألا يا الله. طاب العلم والتقوى زماني وفي أخرى إلى دار المقامة سألوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما. أضرناهم على خمر الدنان عليهم أمطرت تلك يا الله، ألا يا الله حبيبي يا رسول الله، ألا يا الله، ألا يا الله، ألا يا الله. يا رسول الله يا سندي يا باب الله معتمدي، يا رسول رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي، يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي، ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. وعليه دواما مستندي ناويت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي. يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي، يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي، ففي دنيا لي بالعفو وعافية وجميل الستر للأبد. يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي، يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي، ففي دنياي
الكوفة لما ذكرنا رسول الله النور له النور له لما حضرنا أبا زهراء المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله النور له وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر مهتر أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخالق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك
كل عين